أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما هو كتاب التفسير الذي توصون به؟ دائما أنا أوصي بتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي وتفسير ابن كثير. تفسير الشيخ السعدي كتاب عظيم وتفسير ميسر وسهل ينتفع به الصغير والكبير والعالم والعامي الجاهل. وتفسير ابن كثير كتاب عظيم لأنه يعول على تفسير السلف التفسير المأثور وعلى التفسير بالسنة وتفسير القرآن بالقرآن. نعم.